بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم من جديد في قناة تربية وعلوم. اليوم بحول الله درسنا في الفيزياء، وهو الدارة الكهربائية البسيطة. سوف نتطرق في هذا الدرس لعناصر الدارة الكهربائية البسيطة، ثم بعد ذلك تركيب دارة كهربائية بسيطة باعتماد على عناصر الدارة، ثم بعد ذلك الرموز الاصطلاحية لعناصر الدارة، بماذا نرمز لكل عنصر، وكيف في الحرف الأخير نحصل على تبيانة الدارة الكهربائية باعتماد على الرموز الاصطلاحية لعناصر الدارة. إذا نبدأ بالعناصر الأساسية للدارة الكهربائية. الدارة الكهربائية فهي تتكون من 4 عناصر أساسية. العنصر الأول وهو المولد، والمولد هو عبارة عن عمود أو بطارية، وهناك فرق من طبيعة الحال بين العمود والبطارية. إذا ودورهما معا هو تزويد عناصر الدارة بالطاقة الكهربائية اللازمة. قلنا يمكن أن يكون عمود، والعمود هو الذي نشتريه به طاقة كهربائية، وعندما ينفد لا يمكن شحنه وبالتالي نرميه أو نتخلص منه. لكن البطارية فهي قابلة للشحن، يعني يمكن أن نشحنها مرات ومرات ومرات. إذا وللمولد عدة أشكال، من بينها العمود المسطح، ثم بعد ذلك نجد المولد أو العمود الأسطواني، وهناك من طبيعة الحال أشكال وأحجام، إذا هي مختلفة باختلاف يعني الاستعمال. ثم هناك الشكل الثالث، وهناك أشكال كثيرة للبطاريات. ثم العنصر الثاني وهو المستقبل، والمستقبل هو الذي يستقبل الطاقة الكهربائية ويقوم بتحويلها، يعني يقوم بتحويلها إلى طاقة أخرى. الآن نجد مثلا محركات الكهربائية من طبيعة الحال، فهي تأخذ الطاقة الكهربائية وتحولها إلى دوران، أي طاقة ميكانيكية اللي هي عبارة عن دوران. ونجد كذلك المصابيح، فهي التي تستقبل أو تأخذ الطاقة الكهربائية وتحولها إلى إضاءة. وهناك كذلك الصمام المشع أو التنبيل، ودوره هو تحويل الطاقة الكهربائية إلى إشارة ضوئية. العنصر الثالث وهو قاطع التيار، إذا دوره هو يتحكم في فتح وإغلاق الدارة الكهربائية. طيب الحال، وهناك اختلاف كثير، هناك أشكال كثيرة ومتنوعة حسب الاستعمال. إذا نجد مثلا قاطع التيار الذي نستعمله في المنازل للتحكم في المصابيح، وهناك أيضا أشكال أخرى يعني تختلف باختلاف الأجهزة التي تستعمل فيها. ثم العنصر الرابع من عناصر الدارة وهو أسلاك توصيل الكهرباء، ودورها هي تقوم بالربط بين عناصر الدارة وتوصيل الكهرباء بين عناصر الدارة. من طبيعة الحال هي أيضا يوجد أشكال كثيرة وأنواع كثيرة، فهي كذلك يعني مختلفة باختلاف الاستعمال وباختلاف مجموعة من المتغيرات. إذا ننتقل الآن إلى تركيب دارة كهربائية بسيطة، وفي هذا سنعتمد على برنام كروكوديل كليبس. إذا كما تلاحظون هذه الواجهة للبرنامج. إذا لدي مجموعة من العناصر هنا، من بينها عناصر الدارة الكهربائية، أو هي عناصر تستعمل في الكهرباء بصفة عامة. إذا هنا لدي عمود، إذا آخذ عمود من حجم، ثم آخذ قاطع التيار، ثم العنصر الثالث وهو المستقبل أستعمل مصباح، ثم بقي العنصر الرابع وهو الأسلاك. إذا سأربط بين هذه العناصر باستعمال الأسلاك. إذا هذه هي الدارة الكهربائية البسيطة. إذا نقوم بغلق قاطع التيار، إذا عند غلق قاطع التيار يمر التيار الكهربائي إلى المصباح فيضيء، وعند فتح قاطع التيار يعني يتوقف التيار أو يوقف التيار عن المرور للمصباح فينطفئ. ويمكن أن نغير المصباح بمحرك، ونأخذ محرك ثم أربط كذلك أربطه بعناصر الدارة.
إذا هنا كما تلاحظون سأغلق قاطع التيار. كما تلاحظون بدأ المحرك في الدوران.